ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل البيض لبابا عشان ياكلوا كده ويدوقوا من ايدي بقى زي ما علمهولي. هعملهوله لذيذ. اولا نضع القليل من الزيوت، ثم نتركها تفركع وتلبلب وتحنكر طف طف طف. فين الملعقة؟ الملعقة فين؟ اتشوكه وخلاص. نبدأ نلفلفها في كل حتة كده وكده. ودلوقتي يا جماعة أبعد مالك يا جيه. دلوقتي الزيت قرب يغلي ويفركع، ومعانا هنا خمس بيضات، خمس بيضات، اتنين تلاتة خمسة، وكمان أقزام. بصوا كمان معوقين. بص البيضة معايا، بس على الصناعي كده المفروض البيضة كده، لا ده عاملاها كده. وأنا هاكل المساعد بتاع سمر. أجل، أولا نبدأ نطرقش البيض. أولا الأول نظبط الطاسة كده. نبدأ نطرقش البيض. طب ما تبقى ايدك عشان الناس تشوف ايه؟ تبقى ايدك عشان الناس تشوف ايه؟ بص مش ايه افضل. بس مين هو ايدك؟ اصبر طيب لما افرقع البيض الاول. حطك. لا 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 لا. عايزين نشيل الغشاء عشان بيكون طعمه مخرب. هو البيض كله اصلا بيعيط. ايوه انا ايه ده؟ مش مفروض يا سمير، المفروض البيض العين، المفروض البيض العين. انا العيون بتعيط اهي. لا يا عم، ما هو كده مش كده، ما ينفعش برضه. لازم كل عين، حتى لو متركبه على واحده، متركبه على واحده عينين. امال لا، دي انت مفرقهم، مو ينفع كده. لا ينفع. طب الشاي اعملها كده. يا جماعه ده مبقاش بيض عين، ده بقى بيض مقلي. ايوه ده والله بقى بيض مقلي. على فكره ده مبقاش بيض عين، هو بقى بيض مقلي. مبقاش بيض عين العين. اتلسعت في ايدي. بس خلاص كفايه، ده مبقاش بيض عين، بقى بيض مقلي. خرابي. طب حط له بقى حته السمنه وقلب. حط السمنتين يا عم، ده سائح. عايزين بقى ونضع الفلفل الاسود. الاسود عشان يديله طعم لذيذ. الفلفل الاسود. وانتهينا من الطبخه اللذيذه بتاعتنا. مع السلامه، نشوفكم في اكله جديده.